مرحبا. فيما يخص الأزمة يلي عم يمرق فيها لبنان ويلي مسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كتير كبير من وقت إعلان الحريري عن استقالته، نبدأ مع أبرز ثلاث تغريدات نشروهم ثلاث زعماء سياسيين اليوم تم تداولهم بكثرة على السوشيال ميديا. أولهم تغريدة النائب وليد جنبلاط اللي كتب فيها: بعد أسبوع من إقامة جبرية كانت أو طوعية، آن الأوان لعودة الشيخ سعد والاتفاق معه على استكمال مسيرة البناء والاستقرار، وبالمناسبة لا بديل عنه. وأرفق التغريدة بها الصورة. بدوره غرد رئيس تيار المرضى النائب سليمان فرنجية: كرامة وطننا من كرامة رؤسائنا، فلنبدي مصلحة الوطن على حساب الحاقدين مع عودة سعد الحريري. ثالثا رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب غرد: الالتفاف الدولي حول موقف رئيس الجمهورية ميشيل عون والاستقرار اللبناني قد يمنع أي خطوة غير محسوبة وقد يؤدي لعودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري قريبا. أما بالنسبة للبنانيين يلي تعبوا من التساؤلات والتهديد السعودي لسيادة لبنان، فتواصلت تعليقاتهم على تويتر وفيسبوك وانهالت انتقاداتهم للسعودية والتوتر يلي عم بتحاول تسببه بعد الاستقرار يلي أخيرا كان عم بيعيشه لبنان. نضال كتب على فيسبوك: السعودية تخوض حربا نفسية على شعب كان يأرجل بحرب تموز على صوت الأمكي. طارق خوري كتب: لو فرضوا حصار بري وبحري وجوي على لبنان طمنهم من روح سباحة أو مشي لعيون المقاومة يلي رافعة راسنا. عبد الباري غرد: إذا كان الحريري محتجزا فإن احتجازه أعطى نتائج عكسية وجعله الأكثر شعبية ووحد حزبه واللبنانيين خلفه والمطالبة بعودته، إنه أعظم احتجاز بتاريخ لبنان. بعيدا عن هالأجواء وللحديث عن موضوع بفرح، قام محرك البحث الشهير جوجل بتغيير شعاره احتفالا بالذكرى 90 لميلاد الفنان الراحل الشحرورة صباح. ولهالمناسبة تغيرت جوجل دودل إلى صورة الفنان اللبنانية وراها أعمدة بعلبك الرومانية وفرقة الدبكة اللبنانية بالزي الفولكلوري. لهون بنكون وصلنا لنهاية ترند يلي فيكن تتابعون على فيسبوك وفيكن تتابعوني على انستغرام وتويتر. لقونا بكرة لأخبار جديدة من السوشيال ميديا.